الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: من أخذ مبلغا من قريب له ويريد أن يرجعه ولكنه يخشى أن يغضب عليه صاحب المال، فما هي الطريقة الصحيحة التي يعيده لها؟ أرشدونا حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين. إن المتقرر في الشريعة أن كل سبب يفضي إلى زيادة الجفوة وإلى زيادة امتلاء القلوب وإغار النفوس فالواجب سده شرعا، لأن من الأصول والقواعد العامة في الشريعة إزالة جميع الأسباب التي تفضي إلى الخصومة والنزاع وامتلاء القلوب. فإن مما أمرنا الله عز وجل به أن نكون إخوة، ومقتضى هذه الأخوة أن نبقى متحابين متواددين متآلفين متقاربين. وبناء على تقرير هذا الأصل أيها السائل الكريم، وبناء على تقرير هذا الأصل أيها السائل الكريم، أقول أولا هنيئا لك التوبة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. وثانيا، لقد قرر أهل العلم أن من كمال التوبة الواجب أن من كمال التوبة رد الحقوق إلى أهلها والأمانات إلى أصحابها. فإذا كانت التوبة تتعلق بالخلاص من أمر يتعلق بأحد الناس فلا بد من رد هذا الأمر إلى صاحبه. ولكن الأمر الثالث هو المهم عندي، وهو أن يكون هذا الرد بالطريقة التي لا تزيد الجفوة ولا تزيد إغار القلوب ولا تسبب مفسدة لا خالصة ولا راجحة. وبما أنك أخذت هذا المال عن طريق الخفية أو السرقة أو الغصب، فيجب عليك أن ترد هذا المال بالطريقة التي لا تفضي إلى مفاسد، إما أن تغلف هذا المال وتضعه تحت باب بيتها، وإما أن توصي أحد قريباتك بأن تعطيها هذا المال بطريقة أو بأخرى، وإما بالنظر في طريقة تضمن وصول المال إليها وتضمن في الجانب المقابل عدم إغار قلبها أو زيادة الجفوة منها عليك، لأن بقاء أخوة الدين مطلوبة ورد المال لأصحابه مطلوب. فلنحاول بارك الله فيك أن نقوم بالأمرين بلا مفاسد، فيجب عليك أن ترد هذا المال بالطريقة التي لا توجب مفسدة. وأظنك قد بلغت من العقل ما يجعلك تفكر في طريقة توصل المال إلى صاحبته من غير فساد، والله أعلم.